اللي صار، أنا من فترة تعرفت على بنت درزية، جربت نحكي مع أهلها ما وافقوا، قمت أخذتها خطيفة وتجوزنا شرعي ورسمي. يجوا امبارح لعندي بيقولوا لي إنه تنطلع عن صالح، هلا البيت مليان. مجرد ما وصلت على الباب، على يعني مدخل البيت، فوتوني على الصالون، ما في حدا، خمسة كل واحد قدي عمرتين، وبلشوا فيني خبيط، في واحد معه فرد وواحد عصاية والباقي بإيديهم. بعد شوي طلعوني لبرا، بنط خالهم الصغير بيقولون هات تنقصله العضو تبعه له وبعدين بنذبحه. رجعوا جروني على الساحة، بدهم يحطوني على حيط بالساحة ويذبحوني. يعني حظي حلو، بين ثاني وثاني وصلوا جماعة البلدية ودبكوها ببعضهم وغبت أنا عن الوعي، ما عاد عرفت شو صار، دفقت الصبح هون.